ثقوا بنصر الله. إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به أمتنا الإسلامية وتمر به قضيتنا الأولى فلسطين ويمر به إخواننا المجاهدون المرابطون وأهل غزة، هذا الظرف الصعب هو امتحان للمسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، نظما وشعوبا، علماء ومتعلمين، مفكرين ومثقفين، امتحان لكل المسلمين جميعا. إن هذا الظرف يستوجب من المسلمين جميعا تضامنا عالميا إسلاميا، تضامنا عالميا إسلاميا قويا جامعا موحدا متحدا، يستوجب تضامنا إسلاميا بالقول والفعل، بالحال والمال. على المسلمين الآن وهم يقفون في لحظة فارقة فاصلة حاسمة مصيرية، عليهم أن يتخلوا عن خلافاتهم أيا كانت ويتناسوا مصالحهم الفئوية أي شخصية أيا كانت. عليهم جميعا على كل المستويات أن يقفوا صفا واحدا وأن يكونوا على قلب رجل واحد ليظهروا قوة الأمة وليظهروا عزة الإسلام، ليظهروا قوة الأمة الإسلامية وقوة الإسلام وعزة الإسلام، وليرهبوا عدوهم حتى يكونوا هم الغالبين. والمؤمنون المسلمون حتما هم الغالبون.